عاوزين نعرف ايه اخر تطورات التحقيق في 560 الف جنيه بخصوص كابتن عصام صيام. والله تحياتي. انا يعني انت بتسالني عن بخصوص كابتن عصام صيام، هي مش بخصوص كابتن عصام صيام، هي بخصوص مخالفات ماليه في اللجنه السابقه، واعتقد ان احنا بنحقق فيها من يمكن 3 شهور الحقيقه، عشان الناس ما تقولش ان احنا بنحقق فيها في هذا التوقيت. واعتقد ان التحقيقات واضحه وصريحه وهتظهر للنور. انا مش عاوز اسبق الاحداث لان خلاص هي هتعرض على مجلس الاداره يمكن تقريبا الجلسه الجايه او قبل الجلسه الجايه ان شاء الله. واعتقد ان احنا دي امانه في رقبتي للحكام، وانا لازم الفلوس اللي تم اختلاسها في بعض المبالغ الماليه الحقيقه تم ان هم مضوا مكان الحكام وخدوا فلوس، وفي مبالغ ماليه تم مستندات تم اخفائها لمده عامين. فاعتقد ان دي حقائق لازم تظهر قدام الناس والمسؤول عنها لازم ان يحاسب. هي المشكله في ايه؟ المشكله ان الامانه، ان كان يجب على لجنه الحكام السابقه وهي بتعمل تسليم وتسلم، لان اول مره في التاريخ رئيس لجنه حكام يصر ان هو يعمل اخلاء طرف، دي ما حصلتش في تاريخ التحكيم المصري. فطبعا احنا كنا لسه جايين كاتحاد كوره، يمكن اول يوم كان تم اقاله اللجنه طبعا الاحداث اللي حصلت في السعوديه، اختبار لياقه بدنيه والمهاترات اللي حصلت. فاعتقد ان اخلاء الطرف اتعامل مع حد سابق كان موجود في اللجنه السابقه في الشؤون الاداريه، وبعد كده احنا اكتشفنا ان من خلال اللجنه الماليه اكتشفنا ان في بعض الاختلاسات وبعض المستندات اللي تم اخفائها، وهنا حولت الموضوع للتحقيق. واعتقد الموضوع للتحقيق ثبت بالدليل القاطع ان هناك في اختلاسات، بدليل ان بعض الفلوس رجعت، وان هناك في بعض المستندات بحوالي 528 الف غير المبالغ اللي اتخذت، دي تم اخفائها لمده عامين. ما اعرفش لمصلحه مين وليه ده حصل. اعتقد ان التحقيقات هتبين الفلوس اللي رجعت دي قد ايه. الفلوس اللي رجعت والله الفلوس اللي رجعت، اصل هو كان في مبلغ اتاخد اتمضى مكان الحكام واتاخد غير ال 528 الف، المبالغ كلها تخش في حوالي 600 وكسر. فاعتقد ان ان شاء الله التحقيقات هتبين بشكل كبير مين المتسبب، وانا الموضوع ما حدش هيقدر ينيمه يعني ما تخافيش. الموضوع انا بنفسي لو ما اتاخدش حق الحكام واتحاد الكوره قادر على انه ياخد حق الحكام، الموضوع كده كده هيتحول للنيابه، ولكن البدايه ان احنا نشوف مين المسؤول، وبعد كده ان شاء الله كل واحد ياخد حقه.